فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل يجهل حكم المسح على الخفين، فكان يمسح على خفيه لمدة يومين كاملين وهو مقيم ما يقارب الشهر، فما حكم صلواته الماضية؟ غير صحيحة، لأن الوضوء ما يسقط بالنسيان، الواجب ما يسقط بالنسيان، لازم من أدائه، والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فلا يسقط بالنسيان أو الجهل، فلا بد من إعادة الصلاة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.